محاذير مهمة أمام القيادة الإسرائيلية وخاصة القيادة العسكرية. التوغل في غزة، وخاصة إذا كان توغلا بالمشاة وفي الدبابات والدخول الجسماني إلى داخل غزة، هناك ثلاثة محاذير تبحثها القيادات العسكرية الإسرائيلية والقيادات السياسية. الأمر الأول، السيناريو الأخطر بالنسبة للمنظومة الإسرائيلية، هو دخول حزب الله أو أي أطراف إضافية إلى هذه المعركة وتحويلها إلى معركة إقليمية، وهذا آخر ما تريده إسرائيل في هذه الفترة وهذه الأوضاع. الأمر الثاني المقلق أمام مثل هذا التوغل فيما إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، هو إمكانية حسب التجارب السابقة الخسائر الكبيرة، خاصة الخسائر البشرية التي من الممكن أن تكون من خلال توغل واجتياح من هذا النوع. والأمر الثالث الذي يخافونه هو انقلاب الرأي العام الغربي العالمي، الذي حتى الآن أعرب عن تضامنه بين قوسين مع السياسة الإسرائيلية وحق إسرائيل بما معناه في الرد، سيتحول رويدا رويدا إلى انتقادات على ما سيجري من توغل، لأن أي توغل سيكون مربوط بمجازر وسيكون مربوط بضحايا وسيكون وعدد من الأمور الكثيرة المقلقة. ولكن ما تخشاه إسرائيل إضافة إلى كل تلك المخاوف، أن هناك عددا كبيرا من الأسرى الإسرائيليين الموجودين في داخل قطاع غزة، يتحدثون عن 130 على الأقل، وهذا من شأنه أن يشكل خطرا كبيرا على هؤلاء الأسرى من حيث يعني على حياتهم. طيب، كيف سيكون تأثير ما يحدث الآن على الملف الفلسطيني ككل بعد أن تنتهي الحرب؟ الأمر المزعج بالساعات الأخيرة أن مجمل الردود الفعل هي ردود فعل في داخل المجتمع الإسرائيلي تصعيدية، بمعنى ضرورة الانتقام والانتقام السريع، يريدون إعادة ترميم الوجه والهيمنة الإسرائيلية وأمام المجتمع الإسرائيلي، خاصة لأن هنالك فقدان للثقة شبه كاملة بين المواطنين والقيادة العسكرية والسياسية، أصبحوا يصدقون البيانات التي تأتي من قيادات الفلسطينية وقيادات حماس أكثر ما يصدقون القيادات الإسرائيلية. ما تم الوعد لهم خلال 15 سنة الماضي لم يرونه على أرض الواقع. كميات الاستغاثات لعشرات الساعات بعد بدء العملية من مواطنين إلى المؤسسات المختلفة المدنية والعسكرية لم يكن لها جواب، كان شبه انهيار كامل لكل المؤسسات الخدماتية. الخدمة الأساسية الوحيدة التي كانت في 48 ساعة الأولى من المعركة هي الإعلام، القنوات الإعلام والمعلومات الناس كانت تستقيها من وسائل الإعلام. وأود أن أشير أن 80% من مصادر الإعلامية للقنوات الإسرائيلية لم تكن إسرائيلية، وإنما بالأساس فلسطينية وجاءت من قبل السوشيال ميديا الفلسطينية. فلذلك ما أود أن أقوله أن أمام إسرائيل الآن إمكانيتان. الإمكانية الأولى هي أنها تستنتج من كل ما جرى ومن هذه الهزيمة ومن هذه الصدمة الكبيرة أن تبحث جذور الإشكال
في المنطقة وفي العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والتوصل إلى ضرورة إنهاء الاحتلال وضرورة إيجاد حل سياسي لكل قضية الشعب الفلسطيني. هذا ما زال بعيدا، وخاصة في أوقات الهزائم يبدو هذا الأمر مبكرا حتى الآن، ولكن هذا لابد منه عاجلا أم آجلا. الإمكانية الثانية هي التوغل والهروب إلى الأمام وتعميق العدوان وتعميق دائرة الدم المفرغة التي تضر بكلا الشعبين اليهودي والعربي في هذه البلاد، الفلسطيني في هذه البلاد. فلذلك الإمكانيتان موجودتان، ولكن على المدى القريب جدا هناك ملفين مهمين على بساط البحث. الملف الأول والأكبر والأضخم والأكثر مؤثرا هو ملف الأسرة. ملف الأسرة لم تعد إسرائيل تستطيع أمام هذا الوضع الجديد أن تتغاضى عنه كما تغاضت خلال السنوات الماضية بملف الأسرة. واليوم يوجهون اتهاما كبيرا لنتنياهو من قبل المستوى العسكري بأنهم قدموا اقتراحات عديدة بضرورة قبول اتفاق تبادل أسرى مع الفلسطينيين خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي منعه نتنياهو لأسباب ائتلافية، وهم لا يريدون أن يعودوا على مثل هذا السيناريو. فلذلك هذا هو الملف الأكبر، وخاصة أن نتحدث عن كمية كبيرة من الأسرى وليس شليت واحد على سبيل المثال. فلذلك هذا هو ملف الكبير الآني القريب بعد خبو ارتفاع صوت المدافع. والملف الثاني هو إلى أين إسرائيل ذاهبة بالموضوع العام في كل ما يتعلق في سمي انقلابا قضائيا في هذا الانقسام الداخلي. هل يهربون إلى الأمام يعمقون الأزمة؟ هل يتداركون الأمر ويقومون حكومة ما يسمى طوارئ كما هو مطروح حتى الآن؟ الأمر الذي ما زال في متناول اليد. ماذا عن قضية الأسرى بيد حماس والجهاد الإسلامي؟ هذا هو الملف الأكبر الأول الآني والذي يشعل الرأي العام في المجتمع الإسرائيلي. إذا تتابع على سبيل المثال وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حوالي 50% من البث إضافة إلى ما يجري في قطاع غزة وما يجري في تبادل إطلاق النار في مستوطنات الجنوب الإسرائيلي هو حول قضية الأسرة، لقاءات مع عائلات الأسرة. هنالك شاهدت منذ الصباح العديد من مجموعات جروبات الواتساب و السوشيال ميديا لعائلات الأسرى يريدون أن يتنظموا، أن يرفعوا صوتهم عاليا، وأن يتقدموا بطلب لإيجاد حلول سريعة لمثل هذا الوضع والعمل بجدية، ليس كما تعاملت الحكومة في الفترة الأخيرة. هنالك بيان من الأهالي للأربع أسرى الذين كانوا في غزة قبل هذه العملية العسكرية، ويقولون أن عدم تجاوب نتنياهو مع اتفاق تبادل أسرى مع حماس والجهاد الإسلامي أدى واحد من الأسباب الأساسية التي أدت لمثل هذا التصعيد العسكري. فلذلك هذا الملف سينال بعدا شعبيا كبيرا، خاصة وأن علينا أن نذكر أن من بين الأسرى هناك قيادات كبيرة وكبيرة جدا من الجيش الإسرائيلي، منهم 3 جنرالات على الأقل، العديد من الضباط الكبار، العديد من أصحاب المراكز الكبيرة والذين يمتلكون المعلومات الكبيرة جدا بما يجري في داخل إسرائيل من الناحية العسكرية. فلذلك هذا الموضوع سيكون موضوعا كبيرا ومن الممكن أن يكون فارقا ومفصليا في الفترة القادمة بعد هدوء الأوضاع العسكرية.